عليه في الصباح من 9:30 جا قبل ما يخرج قال لي ماكن نداوش نداوش قلت له امي قال لي يوم باش تفطر سفيان قال لي اليوم اليوم ما عرفتش تسمعني نقول لك باش تطيبي هو فلاش وجاي باس من ثلاثة مرات ونسيت كل يوم يسامحوني نقول له ولدي نسامحك ومعلاش كرسي كل اللي نحب تسامحني يا ولدي مسامحك هو خرج هو انا ما نكذبش عليه كنت خايف على هذا في سير الايام نبدا خايف عليه خاطر يخرج برا ويسهر نبدا ما نلقاش اللي راهو غارتها يجوا يقولوا لي راهو فيصل يشاهدوا له الناس قلبي مات علي يقول لي نجي من 9 حتى ل 5 غير درجين وانا نجي بالحمى ونسير الحمى في جرتي ارجع وراهو فلد يجي في جرتي يقول لي يوم يجي ما تخافيش عليه ونقول له لا جيب لي سبيل جيب لي سفيان بحذاك. ايش كان الشارع؟ فما بوليسية فما. بوليسية في 5 ديسمبر حتى للمركز، معبية كان ضرب بالحجر ونار وكما سمعت. للخمسة قد درجين جا ولدي هذا من الخدمة من الحانوت قال لي يوم تطرق على سفيان، سفيان هو هو اجري جيبو اجري جيبو مشى بحذا وقف هو فيصل واقفي ولادي الحوم وقف هو مشى بحذا وانا نجي. وقت اللي خلاك بحذاك قال نحل بالوزور ما هالي وقال لي يوم سيدني انا راني معجم بالاولاد ورا ولدك راجل يا امي راه ولدك راجل خليته واقف ورجعت هنا نصلي وما نكذبش عليك نصلي ما غلطتش صلي وقلبي فيه وقلت يا ربي سامحني اخر ما رديت السلام خرجت نجي انا خرجت قدام الباب وانت خلفوني نسمع كان في ولدي الغاب لا خرجت في راسي فيه نجري عطوني بيه في الحومه مدوه ميت مش حي من وقت هالسوجة ولا ما تعلق راسه مكسر ضربة تضرب في راسه تعدى الحيط وترجع في الحيط له قعدت هكا من وقتها مشى الكياس دخلت الكياس ما تضربش ضربة هني بحذايا زعما جات الضربة في راس منع قوة جبت قوة قال له يا ضربة جي في راسك جات في راسه مش نحكيلك كنت حضرت النهار ولا عاد شنو هي أهم مطالبكم تو؟ ربي ظاهر الحق طلبنا احنا لا فلوس ولا حاجة فلوس حبوا نعرف شكون اللي قتل تبرد نارنا على الأقل أنا ولدي تو عام ونص ولا عام وسبع شهور راه في كان عنده 5 6 شهور نسيتوش سويتو أما زوجة في دار لطفي راه في كأني غايب عندي مشوار راه سويتو راه كأني مزرعة تبين المحاسبة يعني قبل حق ولدي يظهر يظهروا لنا الحق يظهروا لنا شكون قتل وتبرد الناس الكل هو مات الله يرحمه وتوس باش ربح ربح باللي مات خرجوا باطل وخرجوا الحق وظهر كل شيء ما نسمعوش بحاجه نسمعوا يحيى الزين يحيى الزين ما فهم شيء وبعد ما جاء هو خرجه سمعنا الفضايح الكل سمعنا باش ترقت العباد ولا تروصل بهم هما ماتوا مادام هما رجحوا البلاد وربحت البلاد وتحررت على الاقل يظهروا لنا شكون يقتلهم شنيا يغموا العباد بالفلوس وما ثمش اي مش حاجتنا بها الفلوس تجي تمشي الفلوس خويا بعلاه ما في بالي بعد على الطبيعه خرجت الباطل تقول مش تشري خبز مش يعني مش يضرب بالحجر ولا يضرب مع العباد انا واحد من الناس مشيت نضرب كيما العباد تضرب كيما نمشي كيما اليوم مش هجبنا واللي ضربه هذا يعني موجود بحذاه البغديري اللي مركز عليه انا هو اللي موجود بحذاه وفما حاجه اللي هي زاد نحب نوصلها معلومه السيد اللي بحذاه اللي قاعد يضرب اسمه رجدي ولا اسمه رجدي هذا اللي بجنبه سمحت بجنب شكون وشكون مش نبي بالبغديري مش نبي بالبغديري شنو محمد البغديري هذا اللي كان شاد العربيه نتاع يعني هو كله يقول انا مانيش موجود مع الحوادث يقول راني موجود في حلقه الواحد هو موجود بعدنا انا بكرم مش موجود موجود هنا ما ضربش هو في دير فرد هو الفرد في دين اللي بجنبه غادي يضرب واللي غادي يضرب ويتصرف ضرب سكين خويا هو بجنبه يعني هو يعرف هذه نحبوا نصروا انا غادي نتشوف مع المحاكم العسكريه ومشكلته في حال سارة وهي ما يعرف كل شيء مشكلتنا دي البغدير كل شيء راه في دين البغدير والبغدير يكتب فيه تو في البرجاني وغاديك وكل قاعد يحرش فيها مالية
زملاء كل هنا هو كانه ما تنعاش خلينا في حال صراع وهو كل في كل عندنا ولاد حمودنا تو جاي بدينا مع الحريق هو اللي قاعد يفضلهم فيها في البرجين هو اللي يفضلهم فيها البرجين مش حاطينه في حال صراع يعني ما احنا معسكرين في حال صراع حاطينه في موجود في البرجين كاين موجود لنا في يا سلام عليكم الاعتبار على حسب الاعتقال ويظهر الخبير وطلبوا بطاقة تعليم من عندنا لو عملوا حتى واجب اللي يروح طلبوا من عندنا بطاقة تعليم مدينا لهم بطاقة تعليم لقيوا اللقب نتاعي الموري قالوا لي تفضل معايا مشيت مع بطلهم فكل بالكون سبب شكون سبب البغدير طرح مشاكل البغديري ونور الدين العروسي وحكيم مو مش موجودين في الصوره كلها في حال صار محكمه عسكريه مقدمه ام شمس خد مكان البغدير والبغدير يوقع حاتم في حادثة. اي والله انتم مش حل المحاكم العسكرية وإقامة يعني محاكم فورية مش موترة. ما في شيء يعني خد مكان أبو طالب حكمه أبو طالب حكمه. هنا ما فيهاش حاجة يعملوا. شيء مخلينه في حادثة راح هو كيما حاطينه في البرجاني كيما خالد يخدم في حق الواد هو كل هو اللي يسير في كل شيء مع حق الواد في قمر يسير فيها كان البغدير. كل اللي جايبينهم وكل هنا ويسيبهم البغدير. ديما البغدير والتول بالاتصالات مع ولاد كرم وكل التليفون. طالبين تعويضات مالية مع مصالحة ولا محاسبة محاسبة؟ طالبين المحاسبة. مانيش طالبين الفلوس، عجبنا بالمحاسبة. اش نعملوا بها الفلوس؟ عجبنا بالمحاسبة. هذاك اللي طالبينه. انتم مش تفضلنا حقنا. هذا اللي طالبينه من العسكرية، حاجتنا الحق، حق، حق الشهداء زي ما نخدم. نكتشفوا ولا في القصرين ولا حقهم ولا في تونس ولا حقهم. فهمت هذا. ورينا كان بتاع سليم الحضري ما شفناها القضية نتاعهم، مين الواضح اللي عندنا احنا مازلنا ما خديناش حق. امشي محكمة عسكرية يجي امشي يجي امشي ما كانوا شيء. فهمت هذا. والبغديري راني نعاودها. راهو هو الكل. راي حق الواد ومن حق الواد المرسى راهو يسيرها البغدير هو كاينه هو صدقني اللي قبل ما تسميهاش تو الامر اللي موجود تو اصعب مقبل يا رحمة الله تو كيفين علاش يوقفوا فيا ماشي معاهم ممكن ماشي يوقفوا فيا تعاش باش يوقفوا فيا هو مازال وقفوني ثلاثة ايام راه واحد خرجت من المحكمة استقبلتني مقاومة الاجرام نرجع نتوقف على 3 أيام على المقاومة في الجامعة. حق المقاومة شفنا حق. البغديري. البغديري راه هو اللي يعرف كل شيء. كل شيء. تو كيما نور الدين العروسي يعني جاب دين ما فماش أي هو رئيس مركز في مرسى. هو كل زملاء في مرسى. وعمل مع البغديري بجنبه. أنا ما فهمت شيء، هو كيخدم على روحه، حتى المحكمة العسكرية ما عرفتهمش.